عقدت مع الفجيرة قبل فترة إلى دور الدرجة الأولى، وأنا أكتفي بما لدي. اليوم هو أمر سهل، تدريب فريق كبير يمتلك النقود. ادفع لأي وكيل أعمال 40% من أي عقد وسيقوم بوضعك في أي فريق تريد. لماذا لا يوجد مدربون جدد في هذه الأوقات؟ لأن معظم المدربين، تقريبا كل المدربين، يقومون بالتداور بين الأندية من هنا إلى هناك، من هذا النادي إلى ناد آخر، لأنهم يدفعون. أنا لا أتعامل بهذه الطريقة، أنا لا أدفع لوكيل أعمال لكي يقوم بوضعي في نادي محدد، لذلك وكلاء الأعمال لا يحبونني. أعرف عددا من الوكلاء، عرفوني على خورخي مينديس وكيل أعمال اللاعبين والمدربين المشهور، لكن معي لا يحبون التعامل لأنني مثل الحائط، أنا شخص صعب في التعامل، وهم لا يفضلون التعامل معي لأنني أرفض أن يأخذ المال الذي أستحقه أنا، هذا مالي. لذلك نشاهد عددا من المدربين يدورون في أروقة الأندية من ناد إلى آخر، ولذلك لا نشاهد مدربين جدد.